تحيه لايطاليا، تحيه للصمود، تحيه للوفاء والاخلاص لجميع الاساتذه والاستاذات المتدربات عبر ربوع المملكه من داخل اطارنا العتيد التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المتدربين. كيف ما كتشوفوا هذا اليوم هو عباره عن مسيره ستنطلق من هذه الساحه في اتجاه النيابات، وهذه المعركه الايطاليه جاءت في اطار تنزيل الخلاصات التي خرجت بها التنسيقيه الوطنيه في اجتماعها الثالث الذي انعقد يوم الجمعه ودام زهاء 3 أيام إلى غاية يوم الأحد، حيث كانت مخرجات هذه الخلاصات عبارة عن أشكال نضالية وطنية وأشكال نضالية محلية في إطار التصعيد في معركتها النضالية من أجل استرجاع حقوقها العادلة والمشروعة. كما كنعرفوا أن الحكومة قد أجازت على حقوق الأساتذة المتدربين خلال هذا الموسم التكويني، حيث كان سابقا أن الأساتذة المتدربون يلجون المراكز يعني كما هو معلوم في القانون المنظم لمراكز ولوج مراكز التكوين مراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلا أننا فوجئنا في هذه السنة بإجازة على هذه الحقوق المتمثلة في إصدار المرسومين المشؤومين لربما يعرفهم الجميع، هو المرسوم 588 المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف. ما سمحتي لي دابا هادشي كله الرأي العام كيعرف هذا المرسوم وهادشي وكذا، حنا بغينا نعرفوا الأفق ديال المعركة ديالكم النضالية اللي غادي فيها، ثم ردة الفعل ديال الحكومة على المقاطعات ديال الدراسة اللي بديتوا فيها، ثم شنو هو الحل بالنسبة لي؟ طبيعة الحال كيف ما كتشوفوا ربما اللي متبعين جميع الصحافة وجميع الرأي العام بأن الحكومة نهجت سياسة الأذان الصماء إلى حدود الآن، إلا أن عزيمة وإرادة الأساتذة المتدربين ستستمر إلى غاية تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة. إلى حدود الآن لم نلاحظ أي أبواب أو آفاق للحوار إلى حدود الآن إلى هذه الساعة، رغم بعض المناوشات وبعض التهديدات التي تصدر مرة تلو الأخرى سواء من طرف الوزارة الوصية في شخص بالمختار عن طريق تهديد الأساتذة المتدربين، أو أن الأمر سيذهب إلى سنة بيضاء بخصوص التصريحات الحكومية كما لاحظنا في مجلس المستشارين. المجلس المستشاري عند المسائلة رئيس الحكومة لا زال ينهج السياسة كذلك التهديد تجاه الأساتذة المتدربين. إذا من هذا المنبر نؤكد للرأي العام للرأي العام الوطني والمحلي أننا عازمين على استمرار معركتنا النضالية إلى آخر رمق حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة والمتمثلة أساسا في إلغاء المرسومين المشؤومين اللي ربما يعرفهم الجميع، بالإضافة إلى مطلب آخر ربما سطرناه في ضمن لفنا المطلبين الذي سنرفعه إلى الحكومة، وهو تعيين 10,000 أستاذ. لا بد وان نركز ونسطر عليها بمداد احمر، يجب تعيين 10,000 استاذ ولا نقبل اي صيغه اخرى.